طب معاك ليه المشهد اللي كل الناس بتنتظره عشان نتكلم بقى بلغة الإعلام الحقيقي، محمد صلاح الظهور الأول مع المنتخب الوطني بوكالة كابتن حسام حسن النهاردة إن شاء الله يكون موجود في التدريبات الجماعية للمران. هذه الصورة الحية اللي إن شاء الله هتنقلها تفاصيل كل المواقع والشاشات أكيد هتنقل وتأكد صورة لنزع وكل الشكوك اللي أكدت على أن هناك انفصام او انفصال او تجاوز او اختلاف وجهات النظر بين صلاح والكابتن حسام حسن. اعتقد الامور دي هتتحل واوريدي هي اتحلت. لا طبعا، في بعض التدخلات في الفترة الأخيرة حصلت من بعض قيادات الرياضة الكبيرة في مصر، من وزير شباب الرياضة، بعض المسؤولين الكبار في مصر. لأن خلينا نتفق إن وجود محمد صلاح في منتخب مصر هو أمر لا غنى عنه. محمد صحيح. صلاح نجم عالمي كبير، اسم من الأسماء اللي هي رنانة على مستوى العالم في مجال كرة القدم. اعتقد ان هو وجوده في منتخب مصر بيبقى دافع كبير جدا لمجموعه اللعيبه اللي موجوده، كلهم بيحبوه، كلهم بي بي هو بي بيحفز اللعيبه بشكل معين. بيخلي التركيز الفرق بتاعه اللي بتنافسك اصلا بتعمل لك حساب بتواجد هذه القيمه في هذه المنطقه بالتحديد. ودي نقطه مهمه جدا، ان بيبقى فيه انشغال كبير جدا من كل الفرق اللي بتلعبك بمحمد صلاح وباسمه وبمكانته العالميه في الكوره، فيعتبر التركيز عليه بيبقى عالي. ممكن في الحاله دي ان انت تدي تعليمات لبعض اللعيبه التانيه انها تظهر بشكل كويس، او يبقى في مساحات بشكل كويس لبعض اللعيبه التانيه زي تريزيجيه، زي مصطفى محمد، زي صحيح. لو لاعب ناصر ماهر، لو لاعب قفشه، اي حد من الاسماء اللي هي ممكن. اعتقد قفشه مش موجود في المعسكر، صح؟ لا مش موجود. يعني على اعتبار يعني مكان قبل كده ان كابتن حسام كان بيضم قفشه. اي حد هو هيفضي مكانه. الله ينور عليك، هيبتدي يفضي اماكن او مساحات للعيبه دي ان يبتدوا يشتغلوا بشكل كويس جدا، يبقى في فرص، ان انت فرص تهديفيه عاليه لمنتخب مصر. دي حاجه. النقطه الثانيه ان اكيد 100% كابتن حسام عارف قيمه محمد صلاح كويس جدا. صحيح. محمد صلاح عارف قيمه منتخب بلده كراجل مصري وطني بشكل كبير جدا، بيحب بلده جدا. فان شاء الله باذن الله تكون المناخ بينهم وبين بعضهم الفتره الجايه مناخ سوي بالنسبه للاثنين. ان شاء الله باذن الله الاثنين يعملوا حاجه لصالح البلد وصالح جمهور مصر، وفي الاخر نوصل ان احنا الصعود بمنتخب مصر لكاس العالم. كابتن طارق بشكرك شكرا جزيلا، بس قبل ما اقفل معاك، توقعاتك النهارده ريال مدريد وبروسيا دورتموند مين هيكسب؟ مدريد 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 هيكسب كام؟ هيكسب كام؟ النهارده. انا بص هقول لك على حاجه، قول يكسب كام قول ما مدريد؟ ممكن يبقى ما بين 2-0 ل 2-1، يعني حاجه من الاثنين، ماشي يا ماشي 2-0 يا 2-1. 2-0 2-1. واكتبها عليا وسجلها عندك، حاضر. 2-0 2-1 كابتن وبالليل بقى باشا. تبقى تكلمني تقول لي يا ابن الذين انت جبتها منين. ماشي يا كابتن، شكرا جزيلا. واحد من نجوم منتخبنا الوطني ونجم نادي الزمالك كابتن طارق السيد.